يا صباح الخير، كل عام وانت بخير. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. معدتي صبحت تلعي، تقولي غسالة بحضين، هلكتني هلك. هي معدتك كل عيد بدها تلعي؟ تلعيش إلا بالعيد. كل عام وانت بخير يابا، عيدنا. لسه البنك المركزي ما صحيش، تخليش معدتي تلعي بزيادة. هو أي واحد يا سقع فايز. الدنيا عيد، بدناش نكد. خلاص بدناش نكد، شو بدي ألبس؟ البدل البنية جاهز. اي بلش النكد، يلا انا عرضها البدل البنية. انا بطلت من البسها كل عيد. يلا يا فايز، الملاك جهز. اوه والله هذا شكله بشهي. اسخام، انقطعنا من الخبز. معناته فايز لازم يشلح البدلة البنية. طول بالك. لا لا انا مطول بالي. كان حكيت للحمار يجيب خبز، الدنيا عيد وانت لك خبز. ما الحمار ليل نهار نايم. سلامة قيمتك يا زلمة. لا لا مش سلامة، هنوني يا عمي. قولي لي يا ندل، قولي لي يا حقير، قولي لي يا سافل، قولي لي يا منحط، قولي لي يا منحط. يا منحط. ايوه يا منحط، روح لجارنا ابو خالد بيفتح لك الدكان وبعطيك خبز. عيدنا يابا. يا عمي لازم اشلح البدلة البنية، خلص. طول بالك يا ابن الحلال. علي الطلاق. عيدتك تنشر علي يا زلمة. يا زلمة. كل عيد هيك بتسيبوا بدلي نجي بريقي. على نار نار وين لك الصيدليه بدي مرحب شفاه. خليه يروح، راجع عليك واذا برجع بعد ثالث يوم العيد. هذا نافذ من عمي، عنده 50 ولد بدهم 1000 ليرة عادية. غلبك بالشباب. خلينا نمشي. قالوا لي دكان أبو خالد داره هنا مسكر، وين موجودة داره؟ بدك تروح دغري آخر شيء وعلى اليمين. طيب، معك سيارة؟ ليش بدك سيارة؟ قلت بتستناني بتوصلني. يا محل عني مراتي هسه بتشلني. السلام عليكم. والله أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير، كل يوم مالكم؟ بيت خالكم تستحوش. السلام عليكم. وعليكم السلام. علينا. عليكم السلام، كل عام انتم بخير يا ابو نسب. انت مش بخير. شو مين هلا وباش؟ هذول اولادي، مالك؟ جايين يسلموا على خالهم، كل عام انت بخير. انا بشوفهم في المناسبات وقت القبضه، قصدي وقت العيد. اهلا وسهلا، شرفتوا. ترى يا جماعه اليوم فيش ترويحه، بدي اغديكم كبسه بلحمه. لا تغلبيش حالك يا اختي. لا فيهاش غلبه، بدكم تتغدوا. لا تغلبي حالك. اي والله غير تتغدوا. لا 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 تغلبيش حالك. والله غير تتغدوا. لا تغلبي بدوش تتغدى. يطلعوا نتغدى. حل عم سبالي سلامي. بدوش تتغدى، ما يثقل دمي. بدوش تتغدى. اسمعي، بحرك الدار، بشمط الطاوله بجيبها في الكراك. هلا بدوش تتغدى، الشاحنه بدوش تتغدى. تنكدش علينا يا ابن الحلال، العيد فرحه. شيرين، تعالي بدي اياكي شوي على جنب. عينين شيرين، عمر شيرين حبيبي. خذ لك هذه الثانية، انت تنبيش وانت بيش. اسمعي. نعم. هذول الاوباش 4 عديتهم انا على جنب. معك صرافة 50؟ لا، ليش؟ المهم الاوباش 4، اذا بدي اعطيك كل واحد ليرة، في 5-6 ليرات بده يشفطهم ايدك ولا؟ اي فرحهم يا زلمة، العيد فرحة. وين يا اختي مين بده يفرحني؟ اسمعي شيرين. نعم. بركن عليكي، اوعي تعملي لهم غدا. حبيبتي انت، انت جدع، بركن عليكي يا روحي. اه طيب، اذا عملتي لهم غدا بيكون الغداء الاخير في حياتك. اوكي. حاضر حاضر، بركن عليكي. حاضر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. كله كله صحه صحه. اهلا وسهلا يا بي يا حبايبي، كلوا كلوا يا حبيبي، كل شوكولاته. لا خلص بكفي يا اختي. طب معمول معمول. لا لا بنمغصه. العاش بنمغصه، كلوا يا خالتي كلوا. بلاش يصير عندهم حزاز، الله يرضى عليكي. يلا يلا كلوا من هذا الكعك. لا يا عمي تاكلوش، خلص بكفي بكفي يا اختي. خليهم ياكلوا يا ابن الحلال. بدهم يشوكلوا، رجع لهم ياكلوا. الشاحنه خلص 6 علب، بدهم يشوكلوا. انت ما تقل دمك، شو بدك شو بدك بدي يا شيخ؟ احرق الدار، اضرب الطاوله، اجيبها في سحاب. بدهم يشوكلوا. كل عام وانت بخير يا خال.
مين هالأوباشين هذول؟ هذول كنت ناسيهم بالسيارة. شيرين ديك عجل. عمر شيرين، عينين شيرين. خد لك هذه الثانية أنا بيش وأنت بيش. اسمعي هذول طلعوا عنده ستة وأنا صارف بس خمسة، في خمسة بدرجة أصرفها من عند أبو خالد. ماشي؟ طيب حبيبتي اوعى تعملي لهم غداء، بركن عليكي. الشاحنة بده ست دجاجات حبيبتي. توكل على الله. حلوت. أهلا وسهلا. يا هلا. كلوا 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 يا خالد. بدون شوكلو. أهلا وسهلا يا هلا. هلا بيك. هلا سعد مساهم الشباب. أبو خالد شوي على جنب. لا تقول أبو خالد ولا أم خالد ولا تقول العيد فرحة ولا مرحة. اسمع أقولكو ترك الخضار ورايح أرمي حالي على الأسطوح. لا يا زلمة يمكن أعتازك لقدام. أبو الأحمر وقف الله. تفضل. أنا أخذت منك الخمس ليرات هذه قديمة ما حدش راضي يخدها. بأخذها منك بعشرة. كيف يعني؟ بعطيك إياها بتعطيني عشرة. اسمع أسا مش لا وقتي بدو رزق بالشوارع، يقول مجنون يقول محشش. وقت اطلع برا اطلع برا ولك ولك اطلع برا. ولعت بدي اروح على الدار. هاي اليوم ثاني يوم العيد، فايز ابو الفوز لابس البدله البنيه وجاهز. بدنا ننسى نكد اول يوم العيد ونبدا يوم جديد. العيد فرحه يا اولاد. فايز الغاز خلص. العيد مش فرحه، على الطلاق لحرق البنت واللي فيها. جيب الشباشب ناسي. هدى جيب الشباشب. الشباشب مولع الفحمات ولك بذوبة. جيب الشباشب يا حماد. جيب الشباشب. الشباشب جيب الهار. يا عمي تعبت انا بدي انام. عاوني جيب الشباشب يا حماد. جيب الشباشب لابوك. ابوك الشباشب. هاي المخدة عزيزة. يا ابا يا ابا يا احمد. هدى ولك يا احمد قول لامك تجيب البيو. هدى بس لحان جيب المرشفي. احمد ولك جيب الشباشب اللي على النبضه. يلا يا ام احمد هني جبت الشرطة. عاوني خليهن. يلا يا أمّا. هدى جيب الكدّح. جيب الكدّح. أحمد هو الشباب تقصوا على أمّا. خليهن أكسات. نميت انت نميت أحمد. أي أمّا زحمان دروع الحمام. عاوني عاوني. أيوة شو مالك ابنك يا بدي فوت الحمام. مش دروع الحمام. تعال الحي أنا ورا السنسلي. لا لا هناك ولك روح سويها. تعال هناك. اسمعي. نعم. جيبي لي الشورت. جيبي لي الشورت. يلا احمد ولك اخوك بكره تراب. دير بالك ولك الشباب بتقص على امك. ولك يا نعم اللي ما فطرك. ولك شو تسوي انت. جيب الرز احمد. احمد جيب الرز. ولك احمد اخوك بكره تراب يلعن ابوك. اخوك بكره تراب. احمد هدى ولك احمد في نسوان تلاك. بدي اشلح البس الشورت. لزق في البنطلون. هدى ولك احمد اخوك بكره تراب. ولك جيب عطراب. جيب عطراب. احمد ولك العرق الكباب. ابوك وابوك رحله قطرة. احمد وهدى ابوك وابوك رحله. احمد خلي
خليني احكي مع اخوكي يجيب لنا ربطة خبز وهو راجع. حلو، فكرة يما. ايش في يما؟ اخوك بيردش. كيف يعني بيردش يما؟ اخوك خالد بيردش على التلفون يما. انا خايف يكون صار له اشي. معقول يما صار له اشي؟ انا قلبي ناقزني، قلبي ناقزني من الصبح من لما اندلقت القهوه قلت اكلنا كندره، بس ما حدش فيكم رد علي. يما بتعرفي؟ من يومين حلمت فيه يما. شو؟ قال لابس ابيض بابيض وراكب على فرس ابيض يما. لا حولي كله خضار والفرس بيجي يجري. خلص اسكتي زي الغراب البالي تفوريش. يا الله يما يا الله. راح الولد من بين ايدي، راح حبيبي، راح سندي، راح حبيبي ابني خالد. خالد يما، خالد يما يا حبيبي خالد. راح يما تحكي هاش. ابني راح، اخوكي راح يما، اخوكي راح. لا يما خليني ارن عليك كمان مرة اتأكد قبل ما قلبي يوقف بالكامل. رني يما، رني رني يما. لا يما لا لا، اخوكي العنون بيردش. راح اخوكي راح يما. هو الوحيد اللي كان يسأل علي يما، هو الحنون مهدار يما. اشتبه يما قال لي تردي علي، تردي بس ايدي 10 مرات هاي بزاقته عيدي يما. حبيبي يما ريحة الحنون يما، ريحة الحنون. شو مالك؟ ابنك خالد رنيت عليه مرتين في دقيقة ما ردش. لا 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 اتغصبت عليه بسرعة. الله يرحمه. لا خالد ما مات، يمكن توفى بس مات. لا لا تقولها، لا تقولها من شان الله، لا تقولها. يا معي يا 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 معي، لا تقولها من شان الله. هو تأكل أخو شاهر، شاهر مصروع زي الكلب كسر الدار. تحيا أجل الكلب. شو في؟ شو مالكو؟ شو في يما مالكو؟ خالد امك رنت عليه مرتين في دقيقة ما ردت. تحكيهاش يما، خالد ما مات، خالد عايش بينا يما. تحكيهاش. الله يلعنك يا خالد. خالد ما مات، خالد اتوفى يما. خلص يا مسعود ابعد عني. خلص يا مسعود. كسر الدار ابوك عمو خالد حكي قبسين دولار. لا 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 يا حبيبي يا ابا. لكم شو في يا جماعه؟ شو مالكم؟ شو؟ خالد مات يا خالد. شو؟ خالد مات. خالد مات يا ابا. خالد توفى. الكلب المسعود. يا رب يا رب. 10,000 دولار كسرته. اتصل خالد. بس ما تموتوش طارق رسام. خليني انت طالب. لا طالب طالب. يا الله يا خالد. يما 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 الله. لا لا يما. خلاص يا خالد، خلاص يا خالد يما. شكرا ابو حديد، شكرا. لا شكر على واجب يا عم. شكرا ابو حديد. لا شكر على واجب يا خالد. انا زهقت، مش طايق العيش معك، مش عارف ليش جوزتك. عيب عليك، كل يوم بتسمعني انت هذا الحكي. شو مش شايفني انسانه؟ اخرسي. ضرب النسوان مش شطاره، ضرب النسوان نار. شكرا ابو حديد. لا شكرا على واجب يا اختي.
وحشة أبو حديد. 67 أوف. 68 وحشة أبو حديد. وحشة صاحبي 69 كمان أبو حديد. 70 70 70 أبو حديد. وحش وحش أبو حديد. هاي حضرت لك 2 لتر حليب و20 بيضة لتمرين الصبح، وفي كمان 40 بيضة و6 لتر حليب لتمرين المساء. شكرا يا صاحبي. بعدين في بنات شافوك انت بتلعب. فتحنا شافوا الترابيزي. ما شاء الله زي الوحش، عمري ما شفت عضلات بهالحجم، ما اكبر عضلات رجليه. يا عيب الشوم، غطي الترابيزي، غطي المجف. ترابيزي متلاني، شافوا ترابيزي. قلت لك يا ابو حديد البس البجامة، البنت تلعبش وانت مسلح يا ابو حديد. ترابيز صاحبك انكشفت، ترابيزي شافوها كل البنات. ترابيز ابو حديد بينت ولالت، كل البنات شافوا ترابيز. اسمع انا لازم اطلع برا الكاريه، كيف هلا كل الكاريه بتحكي عن ترابيزي؟ اسمع كل الالف بيضه واشرب الحليب، ابو حديد لازم يطلع برا البلد. هلا بيحكوا ابو حديد بيلعب حديد عشان النسوان مش عشان يساعد الناس. ترابيزي بتلال، كل البلد شافوا ترابيزي، شافوا ترابيزي. الله يقرفك يا ابو حديد، مش عارف كيف تشرب هذا. يابا يا ابو حديد وين بدك تترك البلد وتهاجر؟ يابا وين بدك تهاجر؟ يابا كل البلد شاف الترابيزي، كل بنات البلد شافوا ترابيزي. ترابيز ابنك بينت يابا. يابا البنات كانوا نبعاد، يابا كيف بدي نشوف الترابيزك؟ يابا ترابيزي وانا بعرفه ببين من بعد 100 كيلو. والله الوقت يابا ترابيزك، شو المشكلة؟ يابا انا بلعب حديد عشان اساعد الناس مش عشان ابين ترابيزي. طب يابا وين بدك تهاجر يابا؟ دروع على غانا يابا، في مجاعة بغانا، بغيب سنتين بنزل 100 كيلو وبعدها من ترابيزي اذا بتعرفوني. سعد سعد تراي بدها تفرط. سعد 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 بسرعة بسرعة بروتين قبل ما تنعس العضلة بسرعة. فارق لا؟ ايه ما شاء الله الفرق كبير. اعطيني 50. خلص خلينا على 10. تفضل يا معلم اطلع توزن. اوه ما شاء الله كت 56 نازل منيح. اه والله نازل. اسمع بكره حطه 45. حاضرين معلم. دخاني معك؟ اه موجود. هي ممكن تدخل لنا سيجارة؟ اعطيني بروتين قبل ما تنعس العضلة. Oh.
اعطيني بروتين بسرعه قبل ما تنعس العضله. الاسبوع الماضي نعست غفت اسبوع. زدت وزن؟ اه زدت. الأشكال اللي بتجيبوها على النادي، احنا كل صيفنا نشوف هالأشكال كلهم وقيتين اللي بيرفعهم، والمشكلة جسمه بشع بخزي بخزي بقرف، حتى طرابيز ما عنده. أي من طرابيزي إذا بضل بالنادي بعد هاليوم. أبو نحاس تعاونا. شو يا برو؟ انتو بتنتشروا بالصيف؟ اقول لك بعد اليوم هاد بديش اشوف اشكالكم في النادي كلها. برو انا بنصحك تختصر المشاكل، والله مقلبها دندره بالنادي. ولك اي دندره؟ اسمع تضربش، انا الصبح ذا رافع 100 كيلو. ها برو ال 100 كيلو بنحكاش فيهم، بروهك رافع 500 كيلو وجاي. انت شو بتيجي تسوي على الجيم؟ بجيم هوا. اي جيم من هون، جيم من هون، جيم من هون. ولك تعالونا تعالونا. أهلين حماتك بتحبك، أزكى مقلوبة في الدنيا، يلا نأكل. جنون أنت؟ شو طبخيتها بزيت؟ يعني حاطة زيت زيتون شوي. مجنونة يا بنت الحلال. ليش شو فيه؟ ممنوع أكل زيوت، ممنوع تدخل زيوت على جسمي، بتتفاجأ العضلة، لاعب كتاف مع زيوت بتتفاجأ بلسانها بأمها، بتكبرش. بدك تفضحيني مع العضلات؟ لا لا ممنوع اي زيوت تدخل على جسمي. ولاعب سكس باك مع الزيوت بتصير اربا. خلص خلص خلص، ناش مفاجئ العضلات، لاعب باي. شو افاجئها بتصير داي. تفضل. ايه الحل موجود، كل صينية بطاطا. مجنون انتي؟ شو في بطاطا؟ مالها؟ نشويات تدخل على جسمي. شو بتسوي؟ بتطلع انا ابو امها للعضلة النشويات، بتفاجئها. بالله عليك. اوه كمان فخاد؟ خلي فخاد تنضرب. فخاد على فخاد ممنوع، لازم صدر، يعني بروتينات مش فخاد. يا رب يا رب صبرني، شو بدك تاكل طيب؟ ممنوع هاي زيوت تدخل على جسم البطل. طب شو اطعميك؟ ايه بدناش نفاجئ العضلة. اذا تفاجأت لا بدناش نفاجئها، بس شو اطعميك؟ مش عارف، لازم اشي بدون زيوت. في بيض قليلي، بيض مع مي. يا زلمة انت بتعرفش الا البيض، مش حافظ في حياتك الا البيض. يا زلمة زنختنا قززتنا، الناس صاروا ينادونا ضربوا البيض من وراك. وبعدين معك يا عمي ممنوع يدخل زيوت على الجسم، العضلة بتتفاجأ، واذا تفاجأت هلا هلا. حسبي الله ونعم الوكيل، انا طالعة من المطبخ. خليك اسوي لك بطين مع مي هيك على سريع. روح روح من وجهي. تعالي جربين. بالعكس ربي صبرني. زيوت تفاجئ العضلات؟ امبارح العضلة تفاجئت 3 ايام وهي حرداني عندي. شو مالكم جنيته؟ راح يعرف حجمه ويعرف شو الابطال بتوكل. الو ايش وحش؟ اتغديت يا حبيبي؟ لا 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 هو اجيب اشي فيه زيوت، بديش انت عارف انت العضلة بتتفاجئ من اكل هوا. جيب اشي مسلوق. جيب اشي، وين انت محل الشاورما؟ جيب لي 4-5 سندوشات تربل. خلاص خليها تتفاجئ العضلة اليوم، الان ابايل باخذ لها جهة بترضيها.
يا الله ما اتقل دمه، لا عارفين يمشي ولا عارفين نشتري، حتى جسمه مش حلو، حتى ترابيز ما عنده بقلعت. والله لا عن ترابيز اللي خلفه. تعال تعال ولك شايفك، تعال اطلع اطلع لك، تعال تعال. شو فيه؟ شو يا معلم؟ انت بتنتشروش الا بالصيف؟ شو فيه؟ شو فيه يا برو؟ تنساش انت بتحكي مع واحد رفع 150 كيلو وجاي، وتنساش انك بعمر والدي، وتلعبش مع واحد بلعب حديد. بلاش العب بدمك برو. والله يا برو قول هاف هاف. هاي احلى كف، انصرف امشي. هلا بوجهك برد. أتقل دمه ما أبشع جسمه، لكم حتى ترابيز ما عنده. قوموا خلينا نروح. ثريا حبيبتي تعقد جنبي. إيه؟ خليني هان، هسا بدخل علينا موسى. يا اختي مغطي التلفزيون، ان شاء الله بتقعدي بالحمام، عيب على السائل، بدي اشوف. ستشوف شو بدي تعني. هلا يعطيك العافيه يابا. يا زلمه اهلك سيناريو صالون زي الملعب، بجوز 3 في 4، 50 قصير تقدرنا بس نضرب وجه خشن. اقعد يا حبيبي اقعد يا هان اقعد يا عم، وقت تحبوا بعض هالكيت. يا جماعه الخير بدي اشوف التلفزيون، ان شاء الله بتقعد بالهند. في خبر يما بدي اقول لك. لا تقولش ابوي مات، قول ابوي توفى. بس ما مات ابوي، هذا خبر حلو، بس في خبر ثاني احلى منه. اليوم عيد ميلادك، كملت 45. يا زلمه صرت الواحد انا قصير قد الدنيا، شو بده يقولوا عني في الورشه؟ عامل عيد ميلاد يا زلمه. اي بدي اسوي لك كيكسك. عارفه كيكسك؟ بدك 200 بيضه و10 كيلو طحين و5 كيلو كربوني وكيكسك بقلعط. المره الماضيه اخذت كلب كيكسك على الورشه، قالوا لي العمال كيكسك مك بقلعط. يا زلمه خلينا نفرح فيه، صار عمره 56 سنه، عمره بفرحنا بإشي. وصلت جارتنا تجيب لنا صينيه حلبه. الا الحلبه، الاسبوع الماضي تحممت ميه نارتها تريحتها طلعت مني. تعرفوا يا جماعه الحلبه فيها سر عجيب، ريحتها ولا بتطلع من الحمام. طب روح على الدكان جيب لي بيض وكربون وطحين. روح انا بجيب الاغراض وانت روح خذ عصير. يا زلمه الاسبوع الماضي خضيت، انا بدي اضل اخذ. شو ملعب الصالون 3 بقى؟ هاي روح 3 ب6. شو بتسوي يا زلمه؟ بخوض. شو بتخوض؟ عصير حلل لعيد الميلاد. انه من مره عملت لك حلبه ريحتها بتفحفح تفحفح. بتعرف يا اختي هذه الحلبه فيها سر، ريحتها ولا بتطلع من الحمام. خوف الله، صار عمرك 61 سنه. لا يا زلمه لا، صلت شوي يمكن 53. لا 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 يمكن داخل 54. لا ولا وصلت ل 54، لا يمكن 28 6 يمكن. حلو ولا لا 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 ولا وصلت يا زلمه، ولا يمكن خف الله 30. يمكن 47. لا 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 46. يعني
لا عيد ميلاد سعيد ابو الموز، وهي احلى كيكسه. كيكسك بقلعه. عقبال ما اشوفك السنه الجاي تارك القصاره وصاير مواسيرجي قد الدنيا. اما اليوم كسرنا صالون 3x4. خلص يا زلمه، اجانا ضيوف. تفضلي يا حجه، تفضلي. كل سنه وانت سالم يا موسى، هي هديتك. سالمه تحب واحد عندها اولاد يا با؟ اولادها طولي يا با. الحب اعمى. انا هلا مش شايف بس سامع. لا حول ولا قوه الا بالله. عيد ميلاد سعيد ومحلى الدار والديره ونبع الفوار والزينات على النبع مليان جار. محلى الدار والديره ونبع الفوار والزينات على النبع مليان جار. حب الشوق ما عاد لي بالغربه قعار، شو مشتاق يرويني بريق الفخار. محلى الدار والديره ونبع الفوار والزينات على النبع مليان جار. حب الشوق ما عاد لي وشو مشتاق يرويني بريق الفخار. محلى الدار والديره ونبع الفوار وشو مشتاق غني الدق يا زلمه فرشتنا. شو مشتاق شو هاد؟ معقول لسه ما جهز؟ على فكرة أنا ما معي وقت، ضايل شهرين بس على عيد ميلاد سيمون. روحي هلأ صدعت. مرحبا مدام، كيفك؟ حابة أعمل لك أندركات ولا دنبي ولا كعكة؟ على فكرة أنت فضحتني السنة الماضية لأنك زبالة وشغلك زبالة، طلعتني شعنوني بعيد الميلاد. لا السنة هاي على ما أعتقد راح تكون أفضل وأحسن. على ما تعتقد؟ لسه بيقولي على ما أعتقد. أنت عارف الحفلة قديم كلفتني؟ $200,000 يا بني آدم، وأنت بتقولي أعتقد؟ لا إن شاء الله الأمور راح تصير على ما يرام. اوكي راح اعطيك اخر فرصه. هي هي شو جوينج هون؟ اهلا بيبي، وين كنت؟ كنت بصالون الشعر استشوار شعر صدري. شو في هون؟ معقول ناسي؟ ناسي ايش في هون؟ عيد ميلاد سيمون بعد شهرين. هي نسيت فورغت ات. هي عاد كنت محضر لك اليوم حفله. شو هي؟ حفله طلاقنا. عن جد بيبي؟ واو. لا 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 فرحتين مع بعض الناس بيحسدونا بيسيبونا بالعين. لا خلينا نعمل عيد الميلاد وبنفرح بالطلاق بعدين. كان ضربنا عصفورين بحجر. هي طب بيبي اوكي. هي مرحبا استاذ ريمون. هلا. هدول 50,000 دعوة تبعت لك اياهم كلهم جاهزين لعيد الميلاد؟ يس. شو هذا رسمين جمع؟ هاي سنبلي استاذ. لا 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 غيري غيري كل هذا الحكي ورسم سنبل. اوكي. هاي بابا هاي ماما هاي جايز انا رجعت. سيمون روح تحكوا له عيد ميلاده، روح تحكوا له عيد ميلاده. مفاجأة مفاجأة. دكوح احشرها. هاي هاي بابا هاي توني ماما. بابا بابا السيارة الجديدة بتطلع دخان، بدي تغير لي اياها بابا. بغير لك ابو ابو بجيب لك 100 سيارة. هي 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 مين هيك؟ ها نسيتها اعرفكم عليها جايز، هاي ماي جير فريند الجديدة لما حكيت لكم عنها. واو انا ارضو حظك، لا انا ارضو هالشناعة اللي انت فيها وحبوك على ايش ماني فاهم. اسمعي هدول الجايز كل سنة ببلشوا يحضرون لعيد ميلادي اللي بعد شهرين، وانا بعمل حالي متفاجئ، هباين هدول الجايز. يلا نطلع على الترس. اكيد. وين يا اخوي تطلع على الترس بتحكي لي؟ هي تنسانيش روح اتخيف تنسانيش، اذا بتحتاجوا اي رجل مشعراني موجود. تنسانيش الا ان اعطوا حظك، الا ان اعطوا حظك. بونجور. هي هدول لدو عنا هاي تشيز كيك وهاي كرواسون وهاي فراولة. الكوموندو لفو بررو سافا
توني بدي تعمل لي هيك قصة شعر لصدري إشي مرتب لحفلة عيد الميلاد. بدي نيو لوك شعر صدر في الحفلة. راح أعمل لك قصة فوق 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 الخيال لشعر صدري. بلكي ما يشنا بصير. فكرة رائعة. شوف المدام ورجع لي. أوكي. يلا وراي. يلا مدام. هاي بابا. مالكم عجوقين هيك يا بابا؟ هي يعني البلد هي لك مين هاي؟ نونو ماي جير فريند الجديدة. لك من وين بتجيب هالنونيات؟ هي يلا نروح على الترس. أكيد يا زلمة. إيه اللي بتحكي؟ روح تنسانيش. حل عني. هي مشنعك ومحلى حظك. من وين مصدر ونفسي أعرف. هي يعطيك العافية أستاذ. هاي اللحمة بلدي. المرة الماضية لحمتك في عيد الميلاد ما عجبتني. ما تجيب لي غنم بوكلي كياس. أنت شايف كيس الشعر اللي طلع لي. أوكي جيب لي فري شوغر زيرو كالوريز. شو اسمك أستاذ؟ جلال. ريمون. أستاذ ريمون أنا عندي 100 رأس بالجيم دائما ما بيطلعوا كلهم زيرو كالوري. اوكي اتركني شوي لانه تاع الصالون بده يشتغل شوي في شعر صدري. بده يعمل لي جدايل. خلاص 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 ما عجبني ما عجبني ما عجبني. ما تمسك شعري مره بوني هير مره كت هير مره كعكه. ما تصيب شعري بليز. محكان. نعم. اتركك من مدام. بدي تعمل لي بولياج. شو يعني بولياج؟ يعني بدي تمييش خصة العريضة. بدي أطلع شعر صدري برا قميصي. قلت صير. هاي الصبية اللي بدها تعزف يوم عيد الميلاد. سمعينا عزفك زبالة. الله يسهل عليك. خلص بجيب عمرو دياب. عمرو دياب في العقبة. أيوه دائما بغني بالعقبة. غني له يوم بأمان. اسمعي بجيب كي محمد منير صديقي. سهران أنا وياه امبارح سهرة عريضة في مطعم هاشم. الليلة الليلة عيني عيني. طيب شو أزرق أزرق أهلاً مدام. Thank you أنتم جيتوا. أهلين أهلا وسهلا بطاقية حلوة عليك. راحل سكتك معي سوء سكسارك حلوة. سلمي جمالة. أهلا طميني. إيش أهلين. لسه مرتك موجودة ولا تفعل؟ لا بس الله يحفظك. الحمد لله. أهلا. شو في هات؟ شرفتونا. في الحفلة. سيمون. 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 ولكن أنا أرضو حظك. من وين بتجيب هالأيات؟ من وين مصدرك؟ أموت وأعرف. ادعم أبوك في وحدة. Thank you بابا. Thank you ماما. شكرا كتير شكرا كتير. عن جد فاجأتوني. جد جد I am shocked. عن جد؟ I am surprised. It's surprise. Yes. أنا انصدمت كتير. وجايبين لك عمرو دياب. عودوني عودوني عليك أحبك. عودوني عودوني عليك أحبك. هدول الهيات لي. ادعم أبوك في وحدة. أنت شايف الهي اللي عندي اكسبيرت. بعدين بعدين يابا يما
السفارة الأمريكية بعتوا لي مسج، أنا صرت أمريكي، طلع اسمي بالقرعة والهجرة. أبوس إيدك يابا. استغفر الله العظيم يابا. يابا دير بالك من النسوان. ها ابنك ملتزم محافظ. يما يما ابنك بده يروح على تكساس، ابنك صار تكساسي، ابنك بده يروح على كنتاكي، ابنك كنتاكي. يما لا بقيت لك يما، لا بقيت لك يا اختي، ما حلا يما مزمزم. اسمعها دير بالك من بنات امريكا. يما انا رايح اترزق هذه الاشياء بوقت الفراغ اذا كان عندي. ابوس ايدك يابا. استغفر الله العظيم يابا. يابا دير بالك من المخدرات. يابا هذه الأشياء وقت الفراغ إذا كان عندي. يما ابنك بده يروح سان فرانسيسكو. ابنك فرانسيسكاوي يما. بس دير بالك من المراقص والخمرة يما. يما أنا رايح أترزق هذه الأشياء وقت الفراغ إذا كان عندي. أبو سيدك استغفر الله العظيم يابا. يا زلمة خليني أبوس أي شيء. يا زلمة خليه يبوس، ما تقل دمك. ما في أخك. دير بالك من القمار يابا. هذه أشياء وقت الفراغ إذا كان عندي وقت شوي بلعب واحدة زي. أنا خايف كل وقتك يكون وقت فراغ يا الله. إيه شو يا تكساسي، مبروك الهجرة يا معلم. ثانك يو، كل حب والاحترام. أنا عارف أنت، أنت عارف عنا. مش عارف له والله يا فرانسيسكاوي، ناس أصحابك يا هامل. ها أنت، أنا أضرب أنت كندرة. أنت عارف عنا، أنا عارف أنت. والله يا فرانسيسكاوي صار تحكي عربي مكسر. كل عرب أمريكا بيكو عرب مكسر. أنا عارف أنت، أنت عارف أنا. مش عارف لك. No time, bye. إن أنا ليش كل جوز حبتية. هل هامل مش عارف مجال. انزل من السيارة. سوري انت تحكي معنا؟ اه طبعا بحكي معك. تعال لا احرق السيارة اللي فيها على الشرطة كمان. تعال جاي. انت تحكي مع فرانسيسكاوي مواطن امريكي، كلمتين زيادة بيجي المارينز بحرق الاخضر واليابس. طيب يا امريكي اعطيني جوازك يا فرانسيسكاوي. اوكي ايش هذا؟ مسج قرعة هجرة على أمريكا من السفارة الأمريكية. سيروح. والله أنا أتي لك المريض. أي ولك أنا مش شايفك كلك على بعضك ولك. ولك أنت تخددني بالمريض؟ بفرجيك ولك خليهم يجوا والله غير أكلهم بسناني أنا. ولك معي دورة ساعقة، دورة سباعة. وين راح هذا الحمار؟ ترك السيارة وراح. وين راح أبو المريض؟ مع السلامة يما. مع السلامة يا فرانسيسكاوي، أحلى فرانسيسكاوي يما. اسمع يما، ها دير بالك أنت شب حليوة ومسمسم وجنجل يما. جنتل جنتل. شفت بحكي أمريكي، بحكي لبقلك لبقلك يا حبيبي. دير بالك على حالك، دير بالك من نسوان أمريكا ترى بضيع نزلام يما. يما أنا مش رايح عشان نسوان ومن نسوان، هذول بوقت الفراغ عادة بيكون عندي 20-23 ساعة وقت فراغ بشوفهن. الله يسهل عليك يا فرانسيسكاوي، أصلاً كل روحتك أمريكا عشان وقت الفراغ. روح روح. بي كيرفو بي كيرفو. بحكي إنجليزي. اليوم يدورني معك وقت فراغ بدل هالوقت الفراغ القاتل اللي عندي. وين رايح؟ روحي بدي أدور لي وقت فراغ. مع السلامة. سهل عليك يا فرانسيسكاوي، سهل عليك يما. إيبوك أوكي إيبوك. كارفون انت بتحكي انجليزي؟ يس. خلاص بحكي معك انجليزي. انت صف انت. او انت صف انت، احكي تلفون انا. كارفون كارفون كارفون. اوكي الو السفارة الأمريكية؟ فرانسيسكاوي بحكي. بدي أسألك، أنا طالع على المطار، الجواز والفيزا بكونوا غادي في المطار ولا كيف؟ سيد يوسف معلش إحنا متأسفين، صار شوية خربطة بالأسماء. أنت اسمك يوسف سليم يوسف، واللي ربح اسمه يوسف سالم يوسف. سوري مستر يوسف إحنا متأسفين.
أنا أكل كاكا أنا رحت في حوض شباشب انفضحنا، راح كل وقت الفراغ طلعوا مخربطين بالاسم. أعطيهم العافية. شو بدك تسوي يا فرانسيسكو؟ خلاص يا عمي، طار عمي رايحين على السعودية وعندهم شقة مفروشة فوق دارنا بقعد فيها، بقول للناس عايش في أمريكا. راح لفرانسيسكاوي بحوض كنادر. اسمع، التغت الصفرة، خلص تكسي على حسابك. ايش فرانسيسكاوي؟ كفل كفل، بخليهم يلموا سنانك سن سن في سان فرانسيسكو. اوكي خلص، هاي $500 كنت مخليها لوقت الفراغ، خليهن لك. خلص اطلع اطلع. كفل كفل. طيب طيب طيب، يلا باي باي، جابوا الأكل تاع الطيارة. هاي بابا، أنا باك سان فرانسيسكو، حولت لك $100,000. الله يرضى عليك يا باي حبيبي ويكثر وقت فراغك. خليه يحلم. هاي جميل فرانسيسكاوي في الديسكو في منسوبيلي تيتي. اسمع يا ابوي امريكا، شو فيها نسوان كلهن ماتن عليه، ماتن على فرانسيسكاوي. معاي اثنين وقت فراغ. ساندرا كفو كفو كاروري ويد كفو. يا ابوي محل امريكا، تعال عج امريكا جميل. دروح يا جميل دروح، ساندرا صارت تراجع، برجع لك. مرة ارحمونا. هذا امك؟ هاي مرتي بس مبينة قد امي، هاي ام لفرانسيسكاوي. شو اللي صار معكم؟ احكي له. عضي اخوي هجموا علينا ثلاثة لابسين اسود باسود وبلشوا قذف صواريخ، قصف قصف نزلوا علينا سقف الدار، صرت اصرخ هربوا مني، ولا هو جاي كمان خمسة برضو لابسين اسود باسود وبلشوا طخطخة طخطخة وبعدين طعنوني في ركبتي. شكلها بتحضر مجرم باسفل؟ بكل اجزائه كلها. نعم. طيب تقريبا كم من واحد كانوا يحجي؟ ابو 300-350. ولا هذول بدهم حلف الناتو كله. احمونا، بدنا حماية، مش بتحموا الحيوانات؟ ليش ما تحمونا؟ احمونا. لما نحمي حالنا بالأول. خلاص خد امك وتسهلوا. هاي مرتي يا زلمة، خدها وتسهلوا. خلاص يا رجل، مرتك امك خدها وتسهلوا. واحد مش طايق حاله، ما مش لسه الراتب ما نزل، ما يجي اشتري دخان يا رجل. مش امي بقولها. ولك امي انا، امي انا يا رجل، امي انا. تكتبها ايش عندك؟ هاي بابا، أنا على الهورس. فرانسيسكاوي في صحراء نيفادا، معاي وقت فراغ مرتب من الآخر. وقف عندك. انتو مين؟ انتو مين؟ الله
والله لولا الفرنسيسكاو في أمريكا وحكى معي وكان راكب حصان ومعه وقت فراغ مرتب إلا أقول لك إنه ابني. نكت؟ ألا معي وقت فراغ لأبدي لأبدي. كافو اترك صاحبتي. تأخر صح؟ تأخر كتير. أنا عليه. دقل عبودي دقل له. ألو عبودي حبيبي وينك؟ هيا أنا وشمندر بنستنى فيك. وينك تأخرت؟ وينك يا زنخ؟ وينك يا زنخ؟ تعال قلقنا عليك تعال بسرعة. هاي أجا شرفت؟ هاي وينك يا زنخ؟ تأخرت كتير. اسكتوا نقطع نفسي اللي دقيقة ونص بمشي. أجيب لك مي تشرب؟ لا أنا بقدر أركض دقيقتين ثلاث بتوفى عادي طبيعي. صار عندي فضول ليش الاجتماع؟ شو في؟ شو في؟ استنوا شوي يا الله منكم بكرة رمضان. لا لازم نصوم. لا 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 رمضان صعب. لا بقدر. أنا بعرف إنه صعب. أنا صعب صعب كثير. أنا بقدرش ما أكلش موزة كاملة على الفطور. ديبه بعد الأذان بتقدر تأكل قطف موز. أنت قوي وأنا قوي وأنتوا قوية. إحنا عنا إرادة لازم نصوم. خلينا نجرب أول يوم أربع خمس دقايق ما زبطش بنفطر. ما بقدر أربع خمس دقايق كثير بخاف أصفر. لا شمندر أنت قوي انت قوي. بعد الاذان تاكل شمندر بتاكل فيجيتابل بتاكل قرابيج حلب. انا بحبش الحلو. لا قرابيج حلب بتشهي الا هاد ما حبيتهاش منك. انتوا قويين انت قوي كمان وانا قوي. خلي عندكم انت قوي كتير شمندر. احنا قويين راح نصوم راح نصوم. احنا قويين احنا قويين احنا قويين. ايش اللي انفجر ايش اللي انفجر؟ شمالك تعبان؟ شكل حد ضاربك كالعادة؟ لا وقع شايش بلاط على راسي. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك. بابا ماما في موضوع كتير مهم حاب أحكي معكم قبل مغيب الشمس لأنه بعد المغيب ببيخ. خير؟ أنا قررت أصوم بكرة أصوم كل شهر رمضان وأنا وشمندر وديبو استعدينا اشترينا أغراض وشربت تانك مي. أنا مستعد أنا قوي. إذا ما أنت بتستعد كأنك داخل على حرب أنت؟ برافو. بابا ده أسألك هو أي ساعة بيقدم؟ الساعة خمسة. خمسة الفجر؟ يا زلمة خمسة المغرب. آه فكرت إذا خمسة الفجر هذا شو بده صيمنا؟ ماما سؤال تاني بدون مؤاخذة ما فيش ولا بريك برمضان؟ في يا ماما في. بدك بريك برمضان يا هامل؟ خلص حتى لو فيش بريك راح اقدر اصوم مع اني كنت بفكر انه في بريك هيك يوم ويكند اشي. بابا ابنك راح يفاجئك. ابنك عنده اراده. ابنك قوي. هاي كف قوي. اذا ضاين لتسعة الصبح راجعني. جبت كل شيء؟ جبنا كل إشي عشان ناكل ونستعد لرمضان. جبت كندر؟ جبت 10 بيضات كندر للقايس. بشهي. أنا بدي 5 بيضات لحالي. مش شايفين قرابيش حلاب؟ لا كيف ننساهم؟ هاي جبت 10. أنا ما بحب قرابيج الحلاب. ليه ما بتحب القرابيج؟ يا الله منك أنت على أساس بتعرف طعم تمك. أنا اللي بعرفك. آه والله. إيش وقع راسي؟ إيش وقع راسي؟ والله حكولك. كل بتجهزه للحرب كله رمضان. وقع حجر البنا على راسي. شو اللي وقع؟ تكليم بشوز على الكاربيت. ماما راح تفضحني. عزرت علي امبارح. عزرت علي. اشلح. انا بقدرش اشلح شوزي. عارف لابس دارك سوكس. نو سميل. لا ما سميل. تفضل هيك لابس دارك سوكس. قلت لك 100 مره بزبطش على هذا البوات. غير اللون. صحيح مش جايبين فيتامينز؟ كيف انا بكره بدي اصوم؟ راح اصفرن بدون فيتامين. ناسي الفيتامينز؟ التهيت بقرابيج الحلب صح؟ لا مش موضوع قرابيج الحلب، بس صراحه انا في موضوع كتير شاغل بالي، صراحه يا جماعه انا مش راح اقدر اصوم. لا ليش تحكي هيك شمندر؟ انا ضعيف انا مش قوي. انا مش قوي شمندر. انت مش ضعيف كل هذا وانت ضعيف يا شمندر. بس انا بعرف تالا وجولي هم اللي اثروا عليك لانهم بسموش تالا وجولي.
اللي انا بعرف انت قوي ديبه. بتتذكر يوم عيد ميلاده رحنا اشترينا كيلو كنافه؟ مين اللي حمل الكيلو؟ هو، لانه قوي حمل كيلو كنافه لحاله. انت قوي وانا قوي وانت قوي، كلنا قويين. انا احنا قويين، احنا قويين، احنا قويين، احنا قويين. ايش هذا؟ من الصبح وانتو احنا قويين يا حيوي، لسه رمضان ما بلشش عزرتوا علينا، عاملين لي دار سوبر ماركت. ماما اليوم اول يوم رمضان والساعة 9 ام حسوبك ولا دايخ ولا جوعان ولا عطشان. غريب عن جد، حلو. انا مش فاهم ليش كنت معقد الامور. رمضان سهل، هاي الساعة 9 الصبح ولا حاسب اشي. الحمد لله الحمد لله. ماما حبيبي لسه النهار باوله، الساعة 9 الصبح وانت لك 10 دقايق صاحي. بس ماما بدي اسألك، على اذان الظهر بنقدرش ناخد سناك اشي خفيف هيك نسلك؟ لا يا حبيبي ما بتقدر، لازم تستنى لأذان المغرب. لأذان المغرب؟ أي ساعة بيأذن هو المغرب؟ يعني 5:45. امبارح حكيته 5، إيه حكيته 5 امبارح. هلأ صار 5:15، 5:30، شوي بتوصلوا على 12 بالليل. خلص كونوا واضحين، هيك هيك، ما في عندي شيء تاني. استغفر الله. ماما أسألك سؤال. نعم. هلأ أنا إذا فرشيت أسناني وأجي معجون على شفايفي بفطر؟ إذا مش قاصد ماما لا ما بتفطر. طب وإذا أجع أسناني؟ لا ما بتفطر. طب وإذا شفطت المعجون كله؟ يا زلمة قوم من وجهي. إيش مالك يعني إذا أنت صايمة تعصبي على الناس افطري. ولك امشي من وجهي، امشي امشي. خلص إيش مالك إن جنيتي؟ امشي واحد مرخي مجنونة يقطعك. يا جماعة عمري ما حبيته، من ما خلفته ما حبيته، ما طقته. في جينة عنده مش موجودة لا عندي ولا عند أبوه. ما أصلاً بالمستشفى لما جابوا لي قلت لهم خدوه، هذا مش إلي مش ابني. غيروه أكيد، غيروه بالمستشفى. لا 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 ما حبيته ما حبيته، ما طقته. ولا أنا صباح الخير. صباح الخير. وين المرخي؟ إله نص ساعة بتمضمض. معناته شرب نص خزان المي. بابا ماما هاي الساعة صارت 9:30 الصبح وأنا صايم. أنا قوي، أنا قادر. طلع الموضوع بسيط، فول إنرجي، فول إنرجي. حتى معدتي طلعت سترونج، ما كنتش أفكر حالي هالقد قوي. يا الله عن جد إني قوي. إيش هذا؟ أنا تفاجأت من حالي، عن جد تفاجأت كتير. هذا شمندر وهو وديبو جايين عشان نحكي بموضوع رمضان. ولع الدوري، أحلى رمضان. هاي عبودي، أحلى رمضان جد. كيفك؟ أنا مكيف عبودي. هاي الساعة 9:30 لهلا صامدين. أنا دايخ دايخ، خايف أصفرن. لا رح نقدر، إحنا قويين. ديبو شمندر، في موضوع بدي أحكيه بيني وبينكم، بليز ما يطلع لحدا. شو هو؟ احكي احكي. الصبح فرشيت أسناني عشان معجون على شفايفي ودقته، معناته أفطرت. لا لا لا، سألت قالوا لي إذا مش عمدا عادي. يعني حكوا لك عادي؟ هديبو شمنتر، في موضوع تاني أهم، بليز 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 ما يطلع لحدا. شو احكي؟ احكي. الصبح دهنت كريم على إيدي ووجهي وجسمي، بفطر؟ دخلت أمك؟ لا لا والله ما لا لا، هيك ما أفطر أنا متأكد. أمشي يا عمي، إحنا قويين يا جماعة، إحنا قويين، إحنا قويين، إحنا قويين، إحنا قويين. صوفيا ولكو خربتوا الولد، دمرتوا الولد، ولكو دمرتوه، ولكو يا عمي حلو عننا، روحوا فطروا، فكوا عننكو. شو يا ليلك؟
جايب شلتك وجاي جايب ابو رقيبه والمشعراني ما انا كسرتهم الاسبوع الماضي. شو يعني جايين تخوفونا؟ شو سمعنا السنه صايمين؟ انتو مش قدها. بكسرك ليلى بقلبها ميمة تخليهاش تقبع معي لفوق فوق فوق. ايش بده يطلع معك؟ انا بفرجيك رح اقصرك اظافرك. اشوف تعال بقطعنا رح اضربكم بقطعنا رح اضربكم كيف في؟ لا كيف في؟ كيف في؟ اجي بوليس بوليس اجي بوليس اجي الامنيه صار يطلع منها ولا؟ لا قدها قدها عبودي. عبودي انت قوي كمل صيامك عبودي اوعى تستسلم. يا حبيبي كيف لو وصلنا الساعة 3 العصر؟ لا تحكيش هيك راح يطلع منها. ليو ايش صار؟ مش عارف شو صار. فجأة عدت مخي انقلب بطلت اشوف قدامي بطلت اجمع عارف شو اللي صار فيي. ايش هذا البربيج اللي بايدي؟ ايش هذا البربيج؟ جسمك بده سوائل. لا بابا انا قوي انا بقدر اكمل صيامي انا بقدر اكمل. بابا عادي لو هذا حطوا فيها شاورما؟ لا حبيبي بدهم يحطوا لك منسف بالابره. لا لا تحطوش منسف بالابره اللبن بلعي معدتي اذا قملت بزبط. عبودي افطر خلص بنجيب لك قرابيج حلب. لا لا ما بدي افطر لا ما بدي قرابيج حلب. استاذ مسعف بدي اسالك لو حطينا قرابيج حلب بالابره بفطر؟ عمي انا عندي اصابات وعندي جثث وهذا بده قرابيج حلب وبده شاورما وبده اومليت اذا مش جالك لقمت. ما تاخذناش عمي حقك علينا قديش حسابك؟ خليها علينا. لا لا تسلم خلص 1200 دولار 1200 كندر على وجهك ليش شايفه ما ظلت الثلاثة بيشتروا مش 100 دولار يلا حبيبي يلا قب قب ترى صايم بحرق الدنيا قب قب يلا ماما بحبك حبك برص مثقل دمك يعني انتو هيك صايمين كلكم عصبين مش هيك انت قوي انا قوي انت قوي تحكي ليش الشم بفطر السنه انا صمدت للساعه 11 وفرطت السنه الجاي راح اصوم للساعه 2 انا راح اقدر انت قوي وانت قوي وانت قوي وانت قوي انا قوي وانت قوي انت قوي احنا قوي احنا قوي احنا قوي احنا قوي مش هذا اسهل مش هذا مش هذا هو الامان ليش مش دخل الكلاب ذئب عندنا ماما هذا ذئب هذا ذئب هذا ذئب